بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إذا احنا بعدنا بالموديل 4-2 Enhanced Electronic Assembly Test. أريد نسوي الفيلر. الفيلر شنو؟ هو من ثاني أيام، يعني احنا جبناه من عندنا. الفيلر شنو؟ خلينا نشوف. راح نجي هنا نريد نسوي فيلر المان لهذا. هذا منو هو؟ هذا هو الامبلوي يعني المستخدم او العامل، اللي هو ايش يسوي؟ يسوي سيلر. السيلر حتى الماكينه ترتاح، شو يسوون؟ تشتغل 120 ساعه مثلا، اي نعم 120 دقيقه، وتطفى مثلا فد 4 دقائق، يشوفون بدلون دهن، ينظفون او فد شيء، يعني تحتاج شيء وقف تسوي شت داون او داون، يسوي داون. اذا هذه العمليه شلون تتم؟ نروح على فد شيء هنا اسمه الفيلر. الفيلر راح يطلع فارغ. هذا هنا، هذا احنا سويناه، راح ندوس دبل كليك، وهنا فيلر وكتبنا سيلر هنا فقط. اذا هذا نلغيه هسه، هذا ما نحتاجه لانه احنا مسوينها مسبقا فيلر، بس كتبنا كلمه سيلر. جينا قلنا التايب مالته شنو؟ تايب هنا تايب اما كاونت يعني راح يعطينا عدد. اذا سوينا هنا راح يعطينا عدد، العدد مثلا هنا مثلا 100 قطعه، 200 او حسب الهاي الى اخره. طيب اذا احنا نريد كاونت، احنا نريد نشتغل تايم كل 120 دقيقه. اذا ناخذ تايم، وهنا نضغط هنا، راح يطلع لنا شنو التايم. التايم حسب يا توزيع، مثلا احنا عندنا اكسبوننشال بدنا نشتغل هنا بالاساس. هو هذا يشتغل اكسبوننشال. لو نشوفه هذا اعتقد هو يشتغل اكسبوننشال. وينه؟ اي السيل، والسيل يشتغل اكسبوننشال على السيلر تايم. ماشي. طيب اذا نكمل. وين وصلنا؟ الى الفيلر اكسبوننشال، هذا الوقت اللي تشتغل به الماكينه وبالمنت. وهذا الداون يعني تطفى 4 او اكثر، وهنا منت، وخلاص خلصنا من الفيلر. اذا نروح وين نروح؟ نروح على الريسورس، نشوف هنا سيلر. هذا السيلر موجود، ما في شيء. راح نلقي فيلر، هذا الفيلر راح ندخل عليه فيلر، وراح نسوي دبل كليك هنا هيك شيء، وراح يطلع لنا فيلر سيلر. بس نضيف له سيلر، وهسه هاي نلغيه ما نحتاج فيلر سيلر، ونقول له اوكي. اذا العمليه صارت الماكينه اللي موجوده هنا اللي راح تشتغل 120 دقيقه وتطفى 4 دقائق. شو نسوي؟ ناخذ سيف ونقول له نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونسوي رن. نعم، هذه مشكلة لحد الآن ما انحلت. لازم ندخل هنا، ما أعرف، نشوفها بعدين. طيب إذا نكمل السيميليشن، وهذا إنه يكون التحسينات تشتغلان وياه. وأيضا طلع لنا 653، زبون وإلى آخره. أنت تقدر تشوف مثلا هذه، خلينا نقول نروح على الريسورس مهمة، يعني صار تحسن. راح على كيو، احتمال صار تحسن. نعم، ونروح على specified اللي هي اليوسج، اللي صار تحسن بها. طيب هنا نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.